C'est vraiment quelque chose de formidable. Nous ne l'avons pas en France, celui-là, qui permettra à des gens qui sont déjà engagés dans la vie professionnelle, c'est ça le côté positif, de pouvoir rédiger une thèse professionnelle. Parce qu'ils n'ont pas le temps de s'engager dans la voie de la recherche académique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de recherche. Mais c'est quelque chose qui permettra, sur un domaine très intéressant, qui est celui de l'innovation technologique, sociale, et dans le monde des petites et moyennes entreprises, d'obtenir un grade extrêmement important. Donc en fait, ce qui est important de souligner, c'est que pour les professionnels, l'offre de l'IHE est très très ample, très importante. Hein, à la fois sur des modules très techniques, très particuliers, leur permettant de parfaire les langues, de développer des techniques spécifiques sur l'innovation et autres, ou sur des choses encore plus techniques, comme l'informatique, etc. Mais également, il y a un certain nombre de programmes qui leur sont réservés, notamment un des fleurons, par exemple le DBA, qui s'adresse aux chefs d'entreprise, aux étudiants, etc. Mais au niveau de tout ce qui est entreprise, effectivement, il est très important de noter qu'au travers de ces programmes, c'est aussi l'idée de développer l'entreprise. C'est-à-dire non seulement on fait un programme, on acquit des connaissances ou on en crée, mais ça va servir l'entreprise. Donc c'est cet état d'esprit qui est dans l'IHE aujourd'hui. اليوم مؤسسات اقتصادية في حاجة ماسة إلى موارد بشرية متكونة متضلعة منفتحة على مؤسسات وعلى بحوث عالمية المؤسسة هذه التربوية اللي هي من أول المؤسسات الخاصة في التعليم العالي في تونس معهد الدراسات العليا المعهد ذايا خلق ديناميكية في التعليم العالي وفي البحث العلمي عن طريق شراكات الشراكات ذي عملها مع مؤسسات علمية دولية كما جامعة بوردو اللي هي معترف بها عالميا وخلق شراكة تمكن الطالب التونسي أنه في تونس يدرس وهو موجود هنا ويتحصل على نفس الشهادة اللي تحصل عليها الطالب الفرنسي اللي موجود في الجامعة الفرنسية هذا ما يعبر عنه بالكو ديبلوماسيون ولا الدوبل ديبلوماسيون معناتها الشهادة المزدوجة وهذا اللي يخليه أنه اليوم في تونس فما آفاق جديدة منفتحة أمام الطالب التونسي اللي ولا بشهادته في تونس ينجم يخدم في دول أخرى سنة في العام الجديد 2016-2017
دو نوفو ماستر من نوعها واحد في العلاقات الدولية واحد في قانون الأعمال مع جامعات أوروبية وخاصة جامعة سويسرا باش نعطوا بعديك كو ديبلوماسيو ديبلوم اي اش باريس وديبلوم يعني اترانجي تو سا لجودة يعني التعليم وحتى باش نمكنوا من الطلبة ان يكون عندهم سهولة للدخول للعمل باش يعني ما نقعدوش شمارة فهم سي بلوتو دون سو سونس لا كاليتي دو فورمون وعملنا حتى اتفاقيات مع مراكز بحوث أوروبية في القانون القانون العام قانون خاص قانون دولي يعني باش نرفعوا تونس ونفهم جودة على خاطر باش هاد السمعة اللي نقولوا اولادنا نمشوهم البريفي يقروا والبريفي مش في القمة لازم احنا كبريفي نغيروا هذه الجديات وتغير الجديات باش نوا بالنظام ديسيبلين لا ريغور يعني ما نولوش على الكمية على النوعية النوعية هي الأول الكمية ما تهمش الكمية نقبل نخرج 20 طالب من أحسن تكوين كو نخرج 100 طالب ما يهمنيش أنا 100 طالب يعني لازم تدخل عقليات في هذا الشيء بالطبع التدريس من أهم ما تستحقه المصارف الإسلامية هو عباد متكونين في المصارف الإسلامية بمن هي صناعة جديدة هي مفتقرة جدا جدا إلى الكفاءات النظرية والتطبيقية ونحن بمن أول مصرف إسلامي لما ابتدينا ما كانش ثم كفاءات تماما ثم جزء اللي كوناه نحن وإنما الطلب دائما أكثر من العرض بحيث مثلا لذا لهش معناها تقوم بتدريس مثلا المالية الإسلامية مش يكون الطلبة الأوائل مش يكون عندهم حظ كبير بالالتحاق بمصرف الزيتونة وبالزوز المصارف الأخرى وثم ما نساوش كان عندنا زادة ثلاثة مؤسسات تكافل وعندنا زادة عدة صناديق معناها بحيث قاعدة تطور الصناعة معناها كما ينبغي